العاصمة البريطانية لندن مع الأستاذ مصطفى رجب، عضو الجالية المصرية في بريطانيا. مساء الخيرات أستاذ مصطفى، أهلا بك يا فندم. مساء الجمال عليك وعلى كل المستمعين والمشاهدين. تمام. يعني في أحوال جوية يعني مش أفضل حاجة، سيئة جدا. كان في باريس درجة حرارة منخفضة، في لندن كمان النهاردة كانت الأجواء يعني ليست جيدة وسيئة بشكل كبير. بالرغم من ده يعني كان في إقبال على المشاركة في اليوم الأول للعملية الانتخابية. حضرتك قلت مربط الفرس، اللي هو بيدل على اهتمام المواطنين وحرصهم على تأديب واستخدام حقهم السياسي. بالرغم من البرد الشديد جدا 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 اللي أنا ما قدرتش استحمله، كنت دايما أجري أخش أي حتة عشان البرد ده، برد رهيب. بالرغم من كده الناس يعني جت وتوافدت، وكان في إقبال أنا ما كنتش متوقع إن الإقبال يكون بالشكل ده في أول يوم، يوم جمعة والجو والناس شغالة. إنما الحمد لله ظهرت ثمار المجهود اللي عمله فريق العمل طول الشهرين اللي فاتوا. فالتواجد كان أطفال عائلات من جميع الجنسيات، يعني مش جنسيات، جميع الأعمار. فالحقيقه كان مشهد جميل جدا، والناس كانت بتيجي حتى ما بتمشيش، يعني كانت بتقعد قدام السفاره وتهتف وبحماس وتتجمع وتتعرف على بعض. فكان يعني مشهد جميل جدا اسعدني، والاخوه اللي هم المتطوعين اللي كان كل واحد فيهم عارف وظيفته وعارف مكانه وعمله ايه، الحقيقه قاموا عاملينه على اكمل وجه، خاصة مع أصحاب الاحتياجات الخاصة. صحيح. اللي وصلوا وكانوا محتاجين مساعدة ساعدوهم، أيضا يعني وزعوا على الناس بعض من الهدايا وبعض من المشروبات والحاجات الخفيفة. فكان يوم جميل جدا، وإحنا لسه اليوم ما انتهاش، إحنا لسه قدامنا حوالي نص ساعة، فإن شاء الله يعني ننتهي بعدد مش بطال النهاردة. إنما الانتظار للنتيجة كويسة، الحجوزات اللي عندنا، الباصات اللي جايه بكره وبعده، فان شاء الله نوصل نتيجه كويسه افضل من النتيجه اللي عملناها في الانتخابات اللي فاتت ان شاء الله. متوقعين كمان مع العطله، مع العطله ان شاء الله، يعني بنتكلم على الحد كمان هيبقى اللي هو اليوم الثالث، هيكون في اقبال اكتر. متوقع حضرتك انه ممكن عشان العطله الرسميه دي يبقى في اقبال اكتر من المصريين للانتخاب؟ بالقطع، السبت والحد هيكون في اقبال اكتر طبعا. واحنا لسه شغالين الحكايه دي على الاستفسارات، وبنبعت للناس رسائل، وبنركز على الناس اللي في لندن، لان طبعا في ناس بعيده جدا عن لندن، واحنا عندنا مركز انتخاب واحد بس السفاره المصريه. فبنركز على سكان لندن ان هم ان شاء الله وباذن الله يعوضوا اللي حصل اللي ساكنين بعيد عن السفاره. تمام. أستاذ مصطفى، أهمية المشاركة، لأنه للأسف الشديد من وقت للتاني كده بنسمع بعض الأصوات تقول طب أنا يعني هروح أشارك ليه، أنا الأمر محسوم، بلاش المشاركة. فكرة العزوف عن المشاركة السياسية وبعض الأصوات المحبطة، وده موجود في مجتمعات مختلفة وكثيرة، يعني بتواجهوه إزاي وبتتعاملوا مع مثل هذه الأصوات إزاي؟ شوف حضرتك، هو دي كانت حملة كانت من أعداء الوطن، وكانوا بيعملوا الحملة دي على أساس إن هم يحبطوا من عزيمة الناس على الانتخاب، ودي بدأت من التوقيع مش الانتخاب كمان. إنما إحنا الحمد لله عملنا حملة مضادة، إن مش الفكرة إن أنت تنتخب مين وينجح مين، الفكرة نسبة المشاركة اللي هي بتثبت مدى الوعي السياسي للمواطن المصري، دي اللي إحنا ركزنا عليها. المشاركة، نسبة المشاركة بتثبت مدى الحس السياسي للمواطن المصري. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ مصطفى رجب، عضو الجالية المصرية في بريطانيا.